السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابدو كالبريس أقدم لكم. أصبحت الكلاب الضالة وسط الأسواق، على سبيل المثال سوق بلفا تتلاشى بشكل عادي بدون أي خوف، حيث أنها تشكل خطر على المارة. السؤال: هل المنظر عادي أم أنه فعلا يشكل خطر على الزوار؟ ما هي الجهات المسؤولة على سلامة المواطن في هذه الحالة؟ هل المواطن يرى الأمور عادية؟ ولماذا لم يرفع أي شكاية؟ المهم نستنجد السلطات الأمنية التدخل في أقرب وقت لكي لا تتفاقم الأوضاع وتزداد حدتها من هذه الظاهرة. وشكرا لكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.